بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين. اللهم آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أعزائي متابعي القناة، سوف يكون الفيديو عن تفسيرات ودلالات رؤية النسر في المنام. سوف نتعرف على أهم دلالات وتفسيرات رؤية النسر في المنام، سواء كان في منام الفتاة العزباء أو السيدة المتزوجة وأيضا الحامل، والبدء مع أهم تفسيرات ودلالات رؤية النسر في منام الفتاة العزباء. فرؤية النسر في منام الفتاة العزباء يكون له تفسيرات ودلالات متعددة، ومن أهم تلك التفسيرات إن الفتاة العزباء التي ترى في منامها نسر فهي فتاة محظوظة، لأن النسر في المنام دلالة وإشارة على زواج هذه الفتاة، وأيضا يكون إشارة ودلالة على الحظ السعيد الذي تتمتع به تلك الفتاة، وأيضا فرصة سفر جيدة. ومن دلالات وتفسيرات أيضا رؤية النسر في منام الفتاة العزباء هو النجاح، وهو دلالة إن تلك الفتاة سوف تنجح فيما تفعله بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات الفتاة العزباء في منامها، النسر يقوم بإطعام فراخه أو أطفاله أو حتى يحتضن البيض في العش، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل إن تلك الفتاة العزباء قد اقترب موعد زواجها، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات الفتاة العزباء في منامها ريش النسر، فإن تفسير ودلالة رؤية ريش النسر في منام الفتاة العزباء ما هي إلا دلالة وإشارة على المال الوفير الذي سوف تتمتع به تلك الفتاة بإذن الله، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم التفسيرات ودلالات رؤية النسر في منام الفتاة العزباء. أما عن تفسيرات ودلالات رؤية النسر في منام السيدة المتزوجة فهي كالآتي: ففي حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها النسر، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إلى الخير والتفاؤل الذي تتمتع به تلك السيدة المتزوجة. أما في حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها النسر يقوم بالتحليق فوقها، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة، لأن تفسير تلك الرؤية يشير ويدل إن تلك السيدة المتزوجة تتمتع بحب زوجها لها وكذلك اهتمامه الشديد بها، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها النسر يقوم بالتحليق بها، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية أيضا يكون من التفسيرات المحمودة، لأن تلك الرؤية تشير وتدل على الأمن والأمان الذي تتمتع به هذه السيدة المتزوجة من جانب زوجها، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات السيدة المتزوجة في منامها النسر يحلق ويطير ومقبل نحوها، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة، لأن دلالة وإشارة تلك الرؤية إن تلك السيدة المتزوجة سوف تستطيع التمتع بالرزق الكبير والخير الكثير بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات السيدة المتزوجة في منامها النسر المذبوح أو الميت، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات غير المحمودة، لأن النسر المذبوح في المنام هو رمز ودلالة إلى الفقر والمرض والعياذ بالله، وقد يكون أيضا إشارة أو إنذار بموت أحد أفراد عائلتها، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسيرات ودلالات رؤية النسر في منام السيدة الحامل فهي كالآتي: فرؤية النسر في منام السيدة الحامل له تفسيرات ودلالات متعددة، ولعل أغلب هذه التفسيرات والدلالات هي تفسيرات جيدة، لأن النسر قد يكون رمز في منامها على الأمان والحماية وأيضا النصر والسلامة التي تتمتع به هذه السيدة الحامل وأيضا جنينها. وقد يكون أيضا لرؤية النسر في منام السيدة الحامل دلالة وإشارة إن تلك السيدة سوف تقوم بإنجاب مولود، وسوف يكون هذا المولود ذكر بإذن الله، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم وأبرز تفسيرات ودلالات رؤية النسر في المنام. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.